ستبقى شهادة عارف عبد الرزاق رئيس الوزراء العراقي الأسبق على العصر وثيقة تاريخية حول الدور الذي لعبه العسكر في إفساد الحياة السياسية في الدول العربية وفي العراق بشكل خاص. فالرجل الذي درس الطيران في بريطانيا في العهد الملكي وأصبح طيار العائلة المالكة العراقية آنذاك كان من أوائل المشاركين في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالملكية في العراق في شهر يوليو عام 1958، وجاء بنظام عسكري استبدادي سرعان ما أطاح به آخر، غير أن لعبة الانقلابات العسكرية أغوت عارف عبد الرزاق كي يمارسها ويقوم بها بنفسه. بعدما أصبح عبد السلام عارف رئيسا للبلاد، عين عارف عبد الرزاق رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، غير أن هذا لم يمنع عارف عبد الرزاق من أن يسعى للقيام بمحاولة انقلابية ضد عبد السلام عارف، فقام بأكبر محاولة انقلابية فاشلة في التاريخ الحديث. فبينما كان عبد السلام عارف في زيارة إلى المغرب وكانت كل السلطات في يد عارف عبد الرزاق قائما بأعمال رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، فقام بمحاولته الانقلابية لكنه فشل فيها وفر إلى مصر في سبتمبر عام 1965. حتى تتعرفوا على تاريخ العراق الحديث منذ العهد الملكي وحتى عصر الانقلابات العسكرية، أدعوكم لمتابعة ومشاهدة شهادة عارف عبد الرزاق على العصر والتعرف على ما قام به وكيف فشل في تلك المحاولة الانقلابية بينما كان يمسك بزمام كل الأمور في يديه. أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والتنبيهات حتى تأتيكم الحلقات كاملة متتابعة مفهرسة مبوبة لتصلوا إلى ما تريدون إليه بمجرد الضغط على التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة السيد عارف عبد الرزاق رئيس وزراء العراق الأسبق. سيد عارف، مرحبا بك. أهلا وسهلا. قبيل تكليفك بتشكيل الحكومة في 5 سبتمبر عام 65، كنتم قد سعيتم أنتم الضباط القوميون في الجيش العراقي إلى تشكيل تنظيم عسكري قبل هذا الموضوع. باختصار، كيف تم تشكيل هذا التنظيم؟ أنا ذكرت الاجتماع اللي صار مع بيت نهاد فخري وبعدين تحديد الأهداف، احنا من وماذا نريد، كيف نصل إلى ما نريد، وعلى هذا الأساس تحسس الضباط بوجود تنظيم، لازم بوجود تنظيم. فاجتمعنا في بيت العقيد محمد خالد عبد الله، شاهدت انه عبد الكريم فرحان وصبي عبد الحميد يحاولون ان لا يرجعوا لهذا الاسلام، وانه عبد السلام عارف راح يوصل وانه راح يتغلب عليهم او يطردهم او اشياء اخرى. فبعد ان وضعنا الاسماء في حله صغيره لاسماء انتخاب الرئيس، كل واحد يكتب من، فشفت ان الجو غير موالي لاجراء انتخابات، فاخترعت عليهم ان تؤجل يوم اخر. رئيس للتنظيم تقصد؟ رئيس للتنظيم. نعم. وفي يوم من الايام جاني عقيد هادي خماس وركبني في سيارته الصغيره فوكس واجن، وقال احنا معزومين على شاي عند بيت عرفان عبد القادر وجدي، واقسم انني لم اعرف السبب لماذا. تفتكر التاريخ او الوقت او الشهر؟ يعني الشهر. طيب، يعني في أواخر 64
بعد قيام الانتخابات. أنا حضرتك لا أستطيع أقف عند التفصيلات الدقيقة سواء اللي جاءت في مذكراتك أو اللي جاءت في الكتب. إحنا في التلفزيون بنأخذ رؤوس الموضوعات وإلا هنقعد 100 حلقة على منخار. هذا صحيح جدا. فأنا الآن يعني خلاصة كيف تم تشكيل التنظيم؟ ما أنا جاي عليك. أنا دعيت إلى الشاي وهناك وجدت الضباط كلهم مجتمعين. وتكلم أول ما ابتدأ قبل الشاي ابتدأ محمد مجيد بالكلام وقال أنا أرشح عبد الرزاق للرئاسة. وقام الشخص آخر عدنان محمود أيوب عدنان أيوب صبري وقال أنا أرشح محمد أنا وافق على الترشيح وأرشح محمد مجيد نائب للرئيس. وهكذا تمت اجتماعنا تقريبا. عدد الضباط كم؟ عدد الضباط حوالي 16 واحد. أهم الضباط اللي حضر تقريبا الاجتماع. كثير يعني. فأنت أسسنا عدة لجان. لجنة لماذا فشلت حركة 14 تموز في تحقيق أهدافها؟ لجنة تنظيمية، لجنة دعائية، لجنة مالية، ولجنة دراسة إحصاء من هم من هي العقول اللي موجودة في العراق وميولها للاستفادة من عندها. وابتدينا بنظام قريب يعني متفاوت جدا. وحتى هدفنا انه لا يجب ان لا نخبر يكون سريه، لان لو عرف عبد السلام عارف اننا تخلينا عن صبعه عبد الحميد عبد الكريم فرحان لطردهم في يوم واحد. اطلقتم على هذه الحركه اسم الحركه الاشتراكيه العربيه؟ لا تنظيم سري فقط بالضبط. تنظيم سري للضباط؟ بالضبط. يختلف عن الحركه الاشتراكيه العربيه؟ اختلف. هذيك بعد سنه اختلف صارت كملت. طيب ايه الاهداف الاساسيه اللي وضعتوها لتنظيم الضباط؟ مقاومه اي انفراج او اي حركه تقوم بها قوه اخرى، لاننا كنا مهددين من البعثيين ومن الشيوعيين. الشيوعيين ماتوا تقريبا قبروهم البعثيين، لكن اصبحت القوه المناوئه لنا هي البعثيه اللي موجوده بها الشكل. كنت انت قائد القوات الجويه؟ شوف يعني حتى نكون حقيق، يعني في زمن الكريم قاسم كانت هناك قوتين، قوه قوميه وقوه شيوعيه. نعم. احدهما لازم تتغلب على الثانيه. كان موقف تهيؤ لأي من القوتين تطر. في زمان عبد السلام عارف كان بعد هو وقف على التل، فكان تيار قومي خاف تيار بعثي خاف منه لا يسور، واحنا فمن يسبق الثاني؟ كان هذا الهدف الثاني. ممكن تغير يعني كنا نسبق نخاف لا تسبق البعث الحركة الثانية ويحولنا مجرى. فكان اكو تنظيم بعثي موجود، وكان اكو تنظيم يقوم به عبد السلام عارف موجود، تنظيم كذابي كله، وكان اكو تنظيم حقيقي وتنظيمنا. تنظيم حقيقي ازاي وانتم كنتم مبعثرين ولا تتفقون على افكار؟ لا بس ابتدينا وجمعنا الضباط من جديد. قل لي اهم القيادات اللي كانت معك. انت كنت قائد للقوات الجويه، هل كان هناك قيادات بارزه اخرى من الجيش معكم في هذا التنظيم؟ كان مدير حركات محمد مجيد، كان معاون مدير حركات محمد يوسف، كان مدير استخبارات كان هادي خماس، كان موجود، كان عندنا امير علويه موجودين، كان موجود. حددتم وقتا للقيام بحركه او انقلاب؟ ضباط صغار، معتمدين على ضباط صغار اكثر. سعيتم للقيام بحركه او انقلاب في ذلك الوقت ولا فقط مجرد انكم مجرد تحافظوا تنظيم على التوازن؟ يعني انا حاولت في شهر 3 سنة 65 مارس. نعم. يعني بعد ان ابتدت الحركات الشمال فاجتمعنا في بيت دار هادي خماس كل الضباط القياديين، فقلت انه الحركة حركة فاشلة وغير مطمئنة. حركتكم انتم؟ لا، حركة الجيش ضد الاكراد. نعم. ولو كتب لها النجاح لدعا عبد السلام عارف هو النجاح وتغلب على كل التيارات الأخرى، ولكن الفشل موجود بها والفشل يعم على الكل. فبمجرد وجود تحرك الجيش إلى الشمال راح ينقل قسم من ضباطنا إلى الشمال بدعوة الحرب، وما تستطيع أن تنقل أن تردد لأنه يقول لك هذا أجبن نتركه. فهو بمر الوقت في بغداد راح يضعف يقوى واحنا نضعف. فكان هناك فوجين جايه من واحد من المسيب واحد من حبانيه، كانوا موالين. هو كان عنده قوتين، عنده قوه اللواء 20 وبقيه لواء الحرس الجمهوري، واحنا كان عندنا قوه جويه وكان عندنا قسم الدبابات وكان عندنا فوجين جايه من هناك. فكان فرصه انه يعني نقوم بعمليه يعني
اختطاف او شيء لعبد السلام عارف او حركه انذاب البيان معين. لكن مع الاسم محمد مجيد اعترض وقال هذه خيانه ومن نضرب الجيش من الخلف، فمن يريد ان يخطط لهذا فليعمل. فشفت على وجوه الضباط انهم يكونوا غير موافقين، فبعد ان شتمتهم صرفت وتعرضت. ظل التنظيم قائم الى ان كلفت بالوزاره في 5 سبتمبر 65؟ ضعف. بعد هذا الموقف بالذات ضعف. لا، هناك جت ظروف اخرى معينه مع الاسف. يعني لم يكتمل عمره سنه واحده؟ لم يكتمل عمره سنه. لا، هو بقايا موجود، يعني البذره موجوده، لكن بقى ده دليل على ان انتم القوميين لم يكن لديكم افكار ثابته ومحدده، وايضا لا لم لا تكونوا لا تلتقوا لا على لا 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 اخالفك الراي. من انا بس بقرا الواقع وخلفني كما تريد. الواقع تقراه بالمقلوب. ما بقراوش بالمقلوب، انا بقراه بالمعطيات. كنت تنظيم ضباط، عفوا، كنت تنظيم ضباط الان يشكل، وفي اول مره تجلسوا حتى تاخذوا قرار حاسم، شكلتم في اخر سبتمبر، في اخر 64، في مارس 65 سعيتم لاتخاذ موقف معين، انت كرئيس للتنظيم قلته، خلفك الاخرون ولم تقم ثم بدا يضعف. تركت الاخرين بدا تنظيم لا يثبت لمده سنه. ما هو قراءتك لي؟ يعني هذا لا، يعني انا لا اقول انا اختلفت معهم لكن لم ننفصل. اختلفت معهم لكن لم ننفصل، كل ما انك امتنعت عن الاجتماع معهم كم مره. انت الرئيس. ما انا الرئيس، بس اكو قواعد اخرى موجوده تشتغل. اكو قواعد موجوده تشتغل، احنا شكلنا اللجان كل لجنه تشتغل لوحدها. كل لجنه تشتغل لوحدها. يعني بدون راس دائما يحرك كل الاحداث الموجوده في العالم حتى على مستوى الاسره نفسها اللي هي اصغر مكون جماعي موجود في اي مجتمع، بدون راس يسيطر ويوجه كل شيء بيتفكك. اذا انت كرئيس للتنظيم بدات تتخلى عن انك تحضر الاجتماعات بشكل منتظم، وحصل فجوه بينك وبين الاخرين، اذا بدا يتهلل التنظيم ويتفكك. يعني انت تتبع عثره، لكن هي مو مو مو, مو, مو انا ما فيش شخص بيني وبينك. ولا انا في بيني. طيب يا سيدي، انت تعرف أنا بيني علاقتي بك منذ اكثر من عام، منذ ان تعرفت عليك. انا بيني وبين الحقائق. أنا كل ما انا لك اريد اتكلم الحقائق، لكن ما تخليني اتكلم الحقائق. انا سيدي اعطيك الفرصه كامله. انت تتهمني ان نختلف عن نختلف. لا، احنا اعلى مما تصورنا. احنا ما تجدنا في، احنا مثل الالماس، احنا من اول ما نشاتنا الى الاخير الى نموت واحنا نعشق الوحده العربيه. واحنا نعشق الوحده. انا بعشقها اكثر منك، لا تزايد عليا في امر الوحده. لا، مستعد تكون اكثر مني. لا، مستعد تكون اكثر. صدقني، لا تزايد عليا في امر الوحده. مستعد تكون اكثر مني. اعشقها باسسها واصولها. لكن انا هنا لست في اطار ان انا اتكلم عن امور شخصيه متعلقه بي. انا لا، احنا بنتكلم في احداث. انا لا عندي طبل ادق بي حتى اقول لك اشرق عربي، لكن تسالني اسئله وانا اجيبك عليها. انا اسالك يا سيدي الان، انا انتم التنظيم الان الى سبتمبر 65 كان ضعف وبدا. خلينا نكمل، انت ما تخلينا نكمل ابدا. انا ما بخليكش تكمل. طبعا ما تخلينا نكمل. بعد هذا الحادث صار اجتماع في وزارة الدفاع، حضروا ناجي طالب كان وزير خارجية، محسن الحبيب كان وزير الدفاع، وحضروا رئيس كان الجيش عبد الرحمن عارف وعبد السلام عارف، واحنا ضباط الفرق كانوا من اشترقية واحنا. تاريخه كان امتى الان؟ في مارس، في بداية 65، يعني بعد في بداية شهر 65، في بداية شهر مايو. يعني شهر مايو، نعم. في يعني بعد الحرب ابتدت، يعني في بداية الاجتماعات. فجاء عبد السلام عارف، عبد الرحمن عارف، قال انا هو تعين حاكم عسكري في الشمال، يعني للمنطقة في كركوك، فهو رأس كائن جيش. كانت رواية تمثيلية سخيفة. هو يستطيع ان يصدر امر لمن يريد، لا يستطيع ان يرسل الجمهوريه. المفروض ان رئيس الجيش هو اللي يقوم بالترقيب. فقال انا محتاج الى ضباط ركن ومحتاج الى عملي وحدات ما موجودين عندي. فقال له سجل محمود عبد الكريم، هذا ضابط كويس لكن ما اريده اللي يروح كل امر فوج. سجل ضباط ركن فاروق صبري. هنا ثار محمد مجيد وقال هذا غلط، احنا ما نقدر. معلش، انا مع تقدير التام لهذه الروايه، لكن التفصيلات هذه لا تهم المشاهد كثيرا ولا تهمنا في الشهاده. احنا عند موضوعات رئيسه الان.
تنظيم الأمة، لأن أنا بهذا الشكل. يا إما تخليني يا إما تخلينا أتكلم مثل ما أريد يا إما لا. يا سيدي تتكلم. ما أنا بقول لك إن الأحداث ما تنتجي بيها. لا أستطيع نتيجة هذه. نتيجة هذه أجبرنا عبد السلام عارف أن يروح إلى عبد الناصر الاجتماع بالقيادة السياسية. يا أخي أنت ما تخلينا أتكلم فيها. أنا الآن. نقطع المنهج، أنا مستعد أقطع المنهج. اسمعني يا سيدي أرجوك أرجوك. أنا لا أستطيع كل تفصيل اجتماع صغير. لا تسألني لا تسألني. أنا بسألك عن الآن تعيينك رئيس الوزراء. ما أحداث اللي ليش جئت رئيس وزراء؟ ما أحداث ليش لماذا جئت رئيس وزراء؟ هذا السؤال كنت سأسألك، لماذا تم اختيارك رئيس وزراء؟ لماذا لماذا اخترت هذا؟ لأنه هو بعد أن اختلف حاول يعزل بيني وبين عن كريم فرحان. بعد كريم فرحان ارتكب خطأ كبير. من كان كريم فرحان؟ كريم كان وزير إرشاد، وزير ثقافة وإرشاد، اللي هو استقال في 23 يونيو سنة 65. 23 يونيو؟ أي 23 30 أو 29 في 30 كانت الاستقالة الجماعية في 30/6 65 كان صبحي عبد الحميد وهو وزراء آخرين. أي هو استقال قبلهم بيوم واحد أو بيومين. بيوم واحد. أنا المصدر اللي نقلت منه إنه استقال في 23/6/65 في 29/6 مش فرق كتير، مش اختلف معك في التاريخ. ما حدد يعني. نعم. أنا كنت رحت معرض طيران لفرنسا، وكان هو على أساس يصير اجتماع قمة عربية في الجزائر، وكان على أساس المفروض أن يعيني أنا أحد أعضاء مجلس الرئاسة من فكنا مبيتين أن نعمل عملية هذا موجود بأقل تضحية من الناس. في وأنا في باريس قام أبو مدين بانقلاب على بن بلة، فتغيرت الأوضاع، فجيت كملت. أنا كان عندي شغل في إنجلترا في دعوة من قبل بعض شركات الرادار كنا نحاول نشتريها، فقضيت أسبوع آخر إضافة إليها، فكنت طولت يمكن حوالي 12 يوم. رجعت من دون أن أخبر أحد أنا عن موعد وصولي، والطيارة وصلت الساعة 2 بعد نص الليل. بتاريخ؟ بتاريخ 29/6. نعم. ففعلا جيت لقيت المطار غصب بالمستقبلين، فقلت يعني أكو شيء صاير بالعراق. فلحقني إلى بيتي سيارتين، سيارة سعيد صليب وحميد قادر وسيارة الأخ أستاذ راعي الجسين. فقلت له يلا بيضوا الفرخة فيها إيه؟ قالوا لا ما في شيء. قلت لا يعني مش معقول هذا الاجتماع كله موجود جاي ببلاش. فحكوا لي قصة كريم فرحان، وأنه هو كتب كتاب إلى رئاسة الجمهورية أنه موظفيكم تدخلوا في شؤون الإذاعة، يرجى توجيه الامتناع عن هذا وتوجيه رسائلكم إلينا مباشرة حتى نحن نمر الإذاعة. كان بي نوع من الفظاظة. فعبد السلام عارف كلم وزير الدفاع رئيس وزراء طاهر يحيى وشتم عبد الكريم فرحان، ورئيس الوزراء أعطى تليفون ليسمع عبد الكريم فرحان. فعبد الكريم فرحان استقال، واليوم الثاني الصبح يوم الخميس أنا وصلت الأربعاء بالليل، هو الخميس سافر إلى القاهرة. قيل إن الرسالة اللي وجهها كانت قاسية جدا لا توجه إلى أي رئيس دولة عبد الكريم فرحان. صح. وكذلك رد رئيس الدولة عليه لا يوجه إلى وزير. هذا صحيح. يعني المستوى نزل. وأنا خبرت لهم إياك اثنينهم. المستوى نزل. الأشخاص المستوى يعني أنت يعني الإنسان لما يدخل في دور التهيج والعصبية يعني تصدر منه الشيء اللحظة. يعني إحنا بنوصف اللحظة يا سيدي. في كل كل اللحظة. كل البشر كلهم بشر وكلهم مخطئ، كلهم بشر وكلهم مخطئون. رحت أنا أزور الصبح يوم خميس 30، شفت طاهر يحيى وقال هناك 8 وزراء استقالوا، 2 منهم كانوا مستقلين سابقا وعبد الهادي الراوي والعبوسي، وستة ضمنهم كريم فرحان استقال. فقلت لو أنا مكانك خليها لما نشوف بكت نضغط على الوزراء أو نشوف الجمهورية. لكن مع الأسف طاهر يحيى مو من كان من الأشخاص اللي اعتمد عين مكانهم مباشرة، فأعطى الأسماء كلها لعبد السلام عارف مباشرة. فبالمغربية رحت أنا سعيد صليبي نتكلم عبد السلام عارف عن الموضوع، فقلت له يعني هو غلط، ولو أنت أقلت من دون ما هذا الكلام اللي سمعه بالكلام شارع ما كان أكو غضاضة لأي بشر عليك. لكن هم اللي ما استقالوا دول استقالوا دي
الكلام النابي اللي سمعوا كريم فرحان واللي ابتعدوا عن هدف معين. فرجعت إلى البيت، رجع معي سعيد صليبي فقال ماذا تقول لو رشحت إلى رئيس وزراء؟ هذا أول مفتحة لي كانت في 30/6 أو في أول يوليو. 30/6 بالضبط. يعني إحنا عندنا يوليو وأغسطس وفي 5 سبتمبر أصبحت فعلا رئيس للوزراء. طوال الشهرين دول إلى 5 سبتمبر المفاوضات لم تتوقف معك في العرض أن تكون رئيس وزراء. لا هي بس خلي أكمل لك يعني. لو خدت الشهرين دول هقعد فيهم شهرين أسجل. أنا عايز رؤوس أقلام يا سيدي. رؤوس أقلام خلاص وجيت يوم 5 سبتمبر رئيس وزراء. طيب في الفترة من أول عرض عليك حينما عرض عليك سعيد صليبي، وكان سعيد صليبي يعني أمر الانضباط العسكري وعلى صلة مباشرة طبعا، لم يكن عرضه منه وإنما كان عن طريق عبد السلام. وتبدأ أن هذا العرض ليس منك ولا من عبد السلام. أنا مستعد أجرب نصوص الحل حتى لو كان الناس تعترض بها، على شرط أن يبقى هو رئيس جمهورية دستوري لا يتدخل في أشياء أخرى. فكان رد وبدل بها. بعدين شفت على أساس ناجي طالب كان من العنصر الشيعي النظيف وكان هو رئيس خارجي وزير خارجية، فانتظرناه في يوم 3 بعد رجوعه. فكلمناه بعد أن شافوه جمع آخرين، فاستكبر أنه هو كان معلم مادي بكل ذركان وأنا تلميذ أصغر منه وصير رئيس وزراء عليه. فعار الموضوع وقال إحنا نحاول أن نرف ونجيب كل الغرض مساندة الجيش في الشمال نرجع كل الوزراء اللي موجودين فيها. قلت هذا الموضوع راح والوزراء كلها عرفه. كان موقف طاهر يحيى إيه رئيس الوزراء في ذلك الوقت؟ ولا شيء، علم بالموضوع وانك انت عرض عليك المنصب. كان همه ان يبقى رئيس وزراء. كان همه ان يبقى رئيس وزراء. انت لما عرض عليك في الفتره من نقول من اول يوليو الى 5 سبتمبر، طبيعه الاخذ والرد بينك وبين عبد السلام عارف كانت ما تخليني اتكلم، انت تقول لي ما ادري نسوي. انت تقول ما تدمر. ما انا ممكن دول ما طبيعه الرد. انا قلت دول يا سيدي 70 يوم ممكن نقعد 70 ساعه. التغيرات اللي صارت، انا تعرضت على ناجي طالب امام عبد السلام عارف انا اشكل وزاره، وقلت له لك علي اي شخص في العراق تريد هو ان يشتكي به. قال لي هيجي تشتغل انت صبح يشتغل كلهم. قلت له اي شخص تريده بالعراق موجود. كان يوم خميس وكان يوم جمعه كان مر سوكارنو بالعراق. فانتظرناه يوم جمعة بوزارة الخارجية. فجاء ناجي طالب وقال أنا مستعد أشكل وزارة لكن أنا صاحب أخلاق، ما ممكن أخلي طاهر يحيى جرده، أخليه نائب رئيس جمهورية. فقلت لي ناجي طالب تقول أنك تفهم بالأشخاص. عبد السلام عارف يشك فيه حتى في أبي. فأن كان بالدستور نائب موقت بنائب رئيس جمهورية وعبد أحمد حسن بكر شاله، تدي رجع واحد ثاني مكانه. ثم لماذا الاستعلاء لعبد الكريم؟ إذا كنت تريد عبد أحمد، إذا كنت تريد طاهر يحيى أن يجي نائب رئيس في مكان ما أنا أجيب لك إياه. فأصر على رأيه فانفصلنا. والآن اجتماعات مسخ الثورة وراه مباشرة، فاقترحوا أن يكون طاهر يحيى هو يبقى ويكون نواب رؤساء اثنين، أنا وناجي طالب. نواب رئيس وزراء. نواب رئيس وزراء. نعم. أنا وناجي طالب. قبلت هذا أم رفضت؟ قبلت على مضض باعتبار انه هو قال انه لن يقبل الوزاره ما لم يرجع كل الوزراء، هذا شرطه كان الرئيسي. الذين استقالوا. استقالوا بهذا الشكل. فباليوم الثاني صبح عبد الحميد فقلت له احنا قلت له اخوان احنا مقابل الوزراء اللي اعتمد عليهم عبد السلام عارف احنا نطردهم مقابل الوزراء اللي راح يطلعون ونجيبهم بوظائف مقابل الوزير بها. كل المهم التفصيلات دي كلها انتهت الى لا شيء. تشكيل تشكل وزاره ترقيعيه. نعم. تشكيل وزارة ترقيعية. لم تستمر وكل استمرت بها. استمرت بها إلى تشرين، فعودت مرة ثانية في أغسطس واستمرت حوالي أسبوع زمان إلى أن أنا عرضت أنه مقبول يعني على مبدأ أنه يبقى رئيس جمهورية دستوري وأنه أنا أنتخب الوزراء. طبعا فيها شد وبدل، هو يبدل وأنا أروح. أنا يعني لا كنت أقطع الحبل معه ولا كنت أجاري على كل الأمور. كيف شكلت حكومتك؟ شكلت حكومتي من كيف شكلتها؟ شكلتها من أشخاص ما كنت أعير كثير اتمنى يعني أكثر ناس جابهم عبد الرحمن بزاز كان اللي هو وزير خارجية وكان نائب لك ونائب لي.
فكنا نجيب ناجي عزيز عقيدي ما قبل يجي الا وزير الدفاع، وانا ما كنت اريد اعطيه وزاره الدفاع. انت اشترطت ان تكون وزير للدفاع لعبد السلام عارف ام هو الذي لا اشترطت؟ لا اشترطت. انت اشترطت. لم يكن خائفا من هذا الشرط منك؟ والله هو الخوف موجود، غير ما يعني ما اقول غير موجود من تسربيه بشكل هذا، بس هو كان انا يعني انا جيت رئيس وزراء ليش لعمل انقلاب مو لشكل حكومه. يعني انت مخطط الانقلاب متى فكرت فيه وبدات فيه؟ نعم. متى فكرت فيه وبدات فيه؟ من فكرت فيه من اول من بعد ما عمل الانتخاب اللي صار بكليه الاركان بكل عسكريه. نعم. ومفاتحه الضباط بالولاء له شخصيا. فكرت بهذا وابتعاد عن خط الوحده. لكن متى بدات التخطيط الفعلي له؟ والله التخطيط انا قلت لك عده محاولات صارت. أنا بقصد الآن أنت في أول يوليو حينما عرضوا عليك أن تصبح رئيس للوزراء، ايه؟ هل كنت في ذلك الوقت تفكر في الانقلاب؟ نعم، نظام سلمي، لكن إمتى؟ كان السؤال إمتى؟ سمت. كان كل الانقلاب كان كل أسبوع زمانه ومشى خاف راح للمغرب لاجتماع قمة، فهل كانت أنه بعد التجربة ما بينت هذا العامل أنه هل ما يعني بعد ما طلعنا على خلاف بيني وبينه حتى نقوم بعملية، فهل كان هذا كان نقطة تأخير؟ النقطة التعجيلية أنه هو برا، ومن يدي يمكن ما يطلع برا بعد سنة، وأسلم التغييرات أن يكون هو بالخارج حتى لن نضحي بديمة. هو كان يشعر أنك تعد للقيام بانقلاب ولذلك سعى لاستيعابك فعرض عليك رئاسة الوزراء؟ هو كان يخاف مني، بس ما أقول كان بشكل، لأن كان بإحدى الاجتماعات كان طلب أحمد عبد الرحمن عارف من عبد الكريم فرحان أن يحلف يمين أن بطلاق مرته أنه هو مو قومي عرب، ومع الأسف كريم فرحان حلف بعد انجدال نقاش قال له أنت من يقولون الناس عليك أنت لا تصل على رسكان جيش لأن كلك رسكان جيش لأنك أخو عبد السلام عارف، فصرت مشادة فصرت مناقشة في اليوم الثاني على أساس مناقشة الوزراء. انا اعتديت ان كنا ان مجلس الوزراء اصبح مجلس لا يفي بالمرام، وان اكثر اعضائه في مجتمعات خاصه اذا لم يشاركوا الانتقاد للرئاسه للوزراء عليه السكوت فقط. قبلت برئاسه الوزراء بنيه القيام بانقلاب. كنت رتبت اي شيء قبل ما تتولى رئاسه الوزراء لتنفيذ الانقلاب؟ على طول كان في القوى الجويه كلها على طول عندي باستمرار. اعتمدت على اي قوى اخرى غير القوى الجويه في الانقلاب اللي صار فيه؟ انا الان لسه وانت اول يوم رئيس وزراء وتركت لعبد الرحمن البزاز تشكيل الحكومه وتصريف امور الوزاره كمان. صح، كان عندنا القوه الجويه وكان عندنا بعض الدبابات، وكان الحق يعني نصلح احنا للقيام بالعمل بالنهار، بالليل احنا عاجزين عن العمل. سعيد صليبي وعدني انه لو لم ياتي عبد السلام عارف الى الخطه لا اتفق معي. وسعيد صليبي بن صفي من الاعداديه، هو امر الانضباط العسكري، هو امر الانضباط العسكري، وكان من اكثر الناس ولاء لعبد السلام عارف. لا، كان هو الذي كشف واجباته. لا هو ولاء لي اكثر من عبد السلام عارف. ولاء لي هو الذي افشل انقلابه. هو كان يرى ما لا اراه، هو كان يرى انه جماعتي غير 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 قادرين على العمل، وكان اختلاف معي. يعني هو اكثر بصيره بجماعتك منك انت؟ يعني أنا كنت أعتمد على ماضيهم، هو كان يعتمد على حاضرهم. ما أدري يعني لم تكن تعرف حاضر من حولك؟ يعني لا تحاول أن تدس الكلام دس. أنا ما بدسش يا سيدي، أنا بس هذا دس، هذا دس لا يخفى علي. أنا لا أدس، أرجوك أن يكون الحوار أدبي. أنا لم أتجاوز يا سيدي. أنت تقول لي أنت لا تعرف من أنت. لا، هو كلام سيادتك أنت مش كلامي أنا. أنا قلت لك أنا اعتمدت على ماضيهم الأولاني، كلكم شباب كويس وكلكم مدوا في قام بحركات معينة، هو كان يرى غير ما أراه أنا. هل وضح لك هذه الأمور وقال لك أن هؤلاء غير أكفاء وسيخذلوك؟ قال هذا الكلام، لكن أنت رفضت كلامه. أنا رفضت اعتمادا على أخلاقي أن هذا الجماعة من الأول. لماذا وأنت الآن أصبحت رئيس للوزراء لم تسعى للتغيير الذي كنت تنشده وأنت في أرفع منصب بعد رئيس الدولة، بل المنصب التنفيذي المسؤول؟ سعيت 10 أيام أنت بقيت رئيس الوزراء فقط. سعيت 10 أيام للإصلاح؟ 10 أيام لا أصلح الوضع. طبعا تصلح وضع البلد. لا هو عبد السلام عارف اختلف نهائيا وابتعد عن الوحدة خط نهائي، خلاص ما فيش فايدة لنا. كنت تستطيع هذا
ألم يطلب منك سعيد صليبي منح الرجل فرصة عدة أشهر، وإذا لم يقم من خلال وجودك أنت بجواره كرئيس للوزراء، إذا لم يقم بتنفيذ هذه الأمور سيكون معك في الانقلاب؟ نعم. ألم يكن الرجل أنا قلت أيضا لك، أنا قلت لك كنت في مشد في قوتين تشدني، واحدة لم يجرب عبد السلام عارف بعد معي، والثانية قد لا تتيح فرصة أخرى أن يكون بعيد عن الوطن. فكان كنا الهدف منا أن نقوم بالتغيير بأقل عدد من الضحايا. هل رجعت للتنظيم قبل القيام بهذه الحركة أم كانت بشكل فردي منك؟ لا طبعا قمنا بالتنظيم. كنت تهدف من وراء هذا أن تكون رئيسا للدولة؟ لا، احنا كان فيها تخطيط، كان في تخطيطنا أن نكون رئيس وزراء فقط. أصبحت رئيس وزراء الآن، تقوم بانقلاب وأنت رئيس الوزراء؟ لا تصدق فاسأل من يا سيدي، مش قضية تصديق، أنا بسألك ومن حقك. أنا ما قلت لك كان في تنظيمنا في الحركة مالتنا حتى لا أحد يطمع في منصب، كان منصب رئيس وزراء فقط. أصبحت رئيس للوزراء في 5 سبتمبر، في 12 سبتمبر سافر عبد السلام عارف لحضور القمة العربية في الرباط، وأنت قمت بحركتك مساء 15 صبيحة 16 أيلول يوم الأربعاء على الخميس سبتمبر. ما هي الترتيبات التي قمت بها للانقلاب، وما الذي أدى إلى فشله؟ تكون رئيس وزراء ووزير دفاع وتفشل في حركة انقلابية ورئيس الدولة في الخارج، يعني كل عوامل النجاح مهيئة لك ومع ذلك فشلت الحركة. أنا في يوم الأربعاء جاءني كان تاريخه كام عفوا الأربعاء؟ نعم تاريخه كان الأربعاء 15 15 جاءني عبد الهادي خماس وقال لي أنه هذا البيان أعده صبحي وحمل مجيد وأنا صبحي عبد الحميد، ومن زحمة الزوار وزحمة الأشياء الأخرى، وأعطاني الخطة، الخطة وضعوها كله فلان وفلان وفلان. يعني أنت لم تضع خطة الانقلاب؟ لا، وضعها الضباط الموجودين يا أخي. نعم. لكن بأي شيء كنت مشغول وأنت كنت تترك إدارة شؤون رئاسة الحكومة إلى مساعدك البزاز؟ البزاز ما كانش موجود. البزاز كان مع الرئيس. لا أنا ما تركت، كيف أتركه للرئيس؟ أنا كنت مشغول برئاسة الوزراء. زي مشغول برئاسة الوزراء إيه وأنت واخد رئاسة الوزراء؟ يعني مش في اجتماعات دورية في مجلس الوزراء يومية، في اجتماع ما أعرفش إيه وفي ما أعرفش إيه، وفي زوار جاي مهني. إذا الدنيا هتتقلب بعد يومين وسيادتك اللي هتقوم بهذا الانقلاب، كل هذه الأمور تعتبر أمور على كل حال أنا اعتمدت على الخطة يضعها ثلاث ضباط ركن، ما كنت أعتقد أن تكون الخطة غير حقيقية. يعني الخطة كانت غير واقعية؟ الخطة بها نقص. الخطة بها نقص. اطلعت عليها قبل التنفيذ؟ ما اطلعت عليها قبل التنفيذ، بالتنفيذ رسالة. وأعطيت أمر بالتنفيذ دون الاطلاع عليها؟ أنا اتفقت معهم على أنه أمر الساعة 6 مساء إلى مديرية الأمن وأقول لهم on or off، بهذه الكلمتين on or off. فجاءني حميد قادر، فأنا كنت أحاول أجلب سعيد صليبي إلى جانبي حتى لن نضع خسائر كثيرة. كان يكون دعوة في سفارة إيرانية وحميد قادر جابوا إلى القوة الجوية عندي. أنا رحت للقوة الجوية أثناء الدوام بالقوة الجوية، أنا ممثل قائد القوة الجوية كنت. فحاولت اهتدأ بالأخير بعد أن كان في عنده مساعد اسمه عزيز عباس، أنا كنت فاتح عزيز عباس قبل هذا لو صار كذا كذا من تكون معي جانب. هناك من ضباطنا اللي راحوا في الحركة بعد أن مريت على الاستخبارات والأمن وقلت لهم on، هم استعجلوا في إرسال القطعات. القطعات المفروض تروح الساعة 11 وما بعثوها الساعة 10 بداية. أحد الضباط خان وراح أفشى إلى سعد صليبي. أنا بعد موافقة عزيز عباس وموافقة، لكن سعد صليبي كان عنده علم منك أنت؟ أنا خبرته. طيب هذا الضابط خان ليه؟ المعلومة عند سعد صليبي أصلا؟ أنا لم أذكر له تفاصيل سعد صليبي، أنا ستكون هذه الليلة أو متى راح، يعني فقط هو عنده علم لكن بس أنا أقوم بعملية لم أعطيه أي تفاصيل بالعملية. لكن هنا ذاك من أعطاها الضباط تحركوا وأعطى اسماء الضباط تحركوا. فأنا دائما طلعت من قيادة القوى الجوية مررت بالحرس الجمهوري، فشفت حركة غير اعتيادية بالموضوع.
كان عندي ضباط ركن حوالي 10 ضباط ركن في مقر وزارة رئيس الوزراء. فأول ما وصلت خبروني أنه سعيد صليبي وحميد قادر أعطوا إنذار لكل القطاعات اللي في بغداد وللشرطة ولقاعدة بغداد. فاتصلت بسعيد فقلت له تعال يمي. فجاء يمي على أساس يعني هناك هنا أنا شفت الثغرة. يعني سعيد الآن هو الذي واجهك في إفشال الانقلاب. بس خلينا نتكلم يعني إذا سمحت لي نتكلم نشوف مو هو الوجهني. أنا جبت سعيد وبشير طالب كان عامل حزب جمهوري تكلم فجبتنا جبناه على أساس ما يخرجون. تحبسهم عندي. تحبسهم من بالجد. لكن هنا كان النقص بالخطة. أنه الخطة الجماعة الأولى تروح الساعة 11 والثانية تروح الساعة 6 للقادة. فأكو فراغ 6 ساعة 7 ساعات ماذا يعملون بالليل؟ هنا نقطة الخطأ. فبعدين هناك احد الضباط لم يت... خمس سيارات راحت، احدى السيارات تاخرت ما راحت. فلما دخلوا للمعسكر مال كتيبة تدريب الدروع قطعوا التليفون السري اللي تحاول تتصل بماذا عندكم، وحبسوا الامر اللي موجود هناك وامر الحرس ان لا يخلون احد يدخل. فالسيارة الخامسة ما الحرس منعها من تدخل، فرجعت السيارة الخامسة خبروا وادي خماس انه الجماعة اللي راح قبض عليهم، وكان الحال هم كانوا القابضين. فمخابرة التليفون خاطئة لضباط الركن، وعيب على ضباط الركن أن هم لم يذهبوا لتحقق من الأمر لأنه هو قطع التليفونات الموجودة بها. فوافقوا على الكل على أنه كلام شرف أنه نعدها ليوم آخر حتى سعيد صليبي. فبعد أن سمعت أنا بعدين بشكل أنا حاولت أن تحرق أخذ المسدس مني لأن الحركة مكشوفة يعني كشفت الموضوع بها. فانتظرت مصيري أن أنتظر إلى الصباح بعد أن أخذ جردوني من السلاح. أنتظر مصيري. من اللي جرده؟ حميد قادر وسعيد صليبي والجماعة اللي كانوا موجودين بيه. فجردوك من السلاح بعدما سعيت للانتحار. للانتحار. جاءني شخص الصبح قال لي الدنيا لم تنتهي. لما إنه راح تبقى هناك راح يعدمك عم سلام عارف أنت والجماعة الباقين. فلماذا لا تأخذ طيارة وتروح تنهزم بهم والدنيا ما هناك مستقبل آخر. ففشلت. أنا حاولت الصبح أن أنهي قوة من الحبانية. الحبانية كان عندي ثلاث دبابات وكان عندي فرقة ثالثة، لكن عندي قوة مقابلة في الفرقة الثالثة موناوي الفرقة الثالثة، وكان عندي كل القوة الجوية في الحبانية. فقلت الصبح عبد الحميد الاتحاد الاشتراكي بمتاعكم هل تستطيع أن تقوم بمظاهرة وأنا أنهي الموضوع من هناك؟ فأيضا تردد وقال لا غير قابل، ما مستطيع أن يجمع حليفك، ما مستطيع أن يجمع هذا العدد في وقت قليل. فما كان فترة الانتظار وانتظار القدري. فمن جاء نباني هذا الموجود بها شكل أنا هناك من هو أحمد قادر أعطاني 200 دينار والآخر 150 دينار. ما كان أنا كنت رئيس الوزراء ما كان بجيبي إلا 15 دينار. نقدر نقول هنا ان كان في ارتجاليه في ترتيب الانقلاب. كان عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف، بصفه عبد الرحمن عارف كان رئيس اركان الجيش واخو عبد السلام عارف، كانوا متيقظين وكان في معلومات. لم يكونوا متيقظين في معلومات برجالهم سعيد صليبي والرجال، هؤلاء هم الذين انقذوا الوضع. وهؤلاء كان لديهم معلومات، ما كانش في عنصر مفاجاه في الانقلاب. كان انت مطمئن انك رئيس وزراء ووزير دفاع وقائد طيران وكل شيء عندك، والبلد كلها بتتكلم عن ان عارف عبد الرزاق سيقوم. شوف حضرتك لو 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 استطاع هذا الضباط القاده الوصول الى ابو غريب في مع القوات الرايحه هناك ما فيش لو في الانقلابات. نعم ما فيش لو في الخطط العسكريه. ما الخطه كانت ناقصه. الخطه خطا. الخطط العسكريه المشكله كمان انك اتحركت يعني كما جمعت انا الاشياء المختلفه كان في فرديه في التحرك وانت رئيس وزراء. رئيس وزراء ووزير دفاع. اين الفرديه يا اخي؟ انا اقول لك كل الضباط هم اللي وضعوا الحركات. تقول فرديه؟ ما هم الضباط هم اللي افشلوا ايضا. ما هم اللي وضعوا الضباط الخطه. تقول فرديه؟ انا مو فرديه. ما كنت انا كنت اشد من قوتين. انه عبد السلام سعيد صليبي قال امهله بعض الوقت، وانا هذا النقطه مهمه جدا. والثانيه انه قد لو جاء هو يتعذر قيام انقلاب الا بضحايا كثيره.
هو لازم يبقى في انقلاب، مش ممكن اصلاح الوضع من الداخل. مش ممكن شخص يقول لك انا انت اذا صرت واحدة انا اللي اخسر بكم الوحيد. شخص يقول يعني حتى انت رئيس وزراء ولا تستطيع ان تصلح. يا اخي انا تكلمت مع عبد السلام عارف كلام خشن جدا في كلماتي كثيرة، وسمعت كلمات كثيرة، لكن مع الأسف هو يقول إيه وين ويقول لك إيه، ولو ما تطلع يتغير. كان في سوء اتصال بين الانقلابيين نفسهم، ما فيش اتصالات، في مكالمة تليفونية جت هدمت الأمور. أنت مسؤول أساسي عن الانقلاب ولم تراجع الخطة صح ولم تقرأها لأنه هو كان من تحمله مسؤولية الفشل؟ لا أحملهم مسؤولية الفشل لأنه هم يعني واضع الخطة، واضع أمامه الجمل. دايما الرئيس بيبقى مسؤول، ما تعتبرش مسؤول عن فشل أنا لا أدعي عدم مسؤوليتي لها. أنا لا أدعي المسؤولية الرئيسية، أنا لا أدعي عدم مسؤوليتي لها، لكن أنا أحكي لك تسألني عن المبررات. هذه المبررات ربما تكون من المرات النادرة أن رئيس وزراء يسعى لعمل انقلاب وهو رئيس وزراء ووزير دفاع. صح، وزير دفاع لما فكرت في الانتحار، هل كان الانتحار مخرج او كان يوافق يعني حتى تاريخك وماضيك واسلوب تفكيرك؟ لا يعني على نظرية الزبال بيدي لا بابن عمرو، يعني ما كنت اريد يتشفى بي عبد السلام عارف ويعدمني. حينما قررت ان تستقل طائرة وتذهب الى مصر او تهرب الى مصر، ألم تفكر في مصير الضباط الذين خلفك الذين تورطهم معك؟ أخذتهم معي. أنت أخذت معك الكبار لكن لم تأخذ الضباط الصغار الكثيرين؟ لم يعرفهم أحد. كيف وتم القبض عليهم ومحاكمة كثيرين منهم؟ أبدا شكوك، يعني القبض عليهم قبض الناس ما لم دخل بهم الموضوع. أثر إخفاق الانقلاب إيه؟ كان عبد الناصر عنده علم بهذا المخطط؟ لا. حينما وصلت إلى مصر تحت أي مسمى وصلت؟ وصلت بطيارة، أخذت طيارة عراقية وأخذته معي، فجاني سامي شرف اول مره كان يعتقد انه بشكل، فاخبرته انه هناك لم يكونوا يعرفوا انكم دبرتوا محاوله انقلابيه وانك وصلت. طبعا عبد الناصر وعبد السلام عارف كانوا في مؤتمر الرباط، وعبد السلام عارف حينما علم بهذه المحاوله ادرك انه وراءها عبد الناصر، لا سيما وانك هربت الى مصر، الى مصر، ومصر اوتك في هذا الموضوع، حتى ان عبد السلام عارف وهو راجع الى العراق من الرباط مر بالقاهرة وكان متخوف خلال الفترة اللي قضاها وشاهد الطيارة اللي انت فررت بها الى هناك وكذلك الضباط الاخرين. لا الطيارة اللي فررت بها رجعت في نفس اليوم، لكن هناك طيارة اليوشن فر بها ناس ما كان عليهم شيء في اليوم التالي. في اليوم التاني بعض الطيارين اللي هو ممتاز السعدون وعمر عبد الله وزهير كان ما خافوا من لاحد في شبيهم ويعرفهم، فتخوفوا هم وجابوا طياره ثانيه، فصادفوه الطياره الثانيه فهو خاف من ركب الطياره، فركبوا حسين عبد الناصر معه بالطياره حتى دي قصه العوده. لكن طالب عبد السلام عارف من عبد الناصر ان يسلمك لمحاكمتك صح؟ لا، لكن عبد الناصر طلب منه العفو عنك ورفض عبد السلام عارف. لا انا لا لا كل الكلام اللي سمعته من الحكيم عامر، انا لم اقابل عبد الناصر بعد هذه الحركه، كل اللي سمعته من كلام الحكيم عامر قال له ماذا تريد من الضباط؟ قال خذوهم اعملوا بهم اللي تعملوا، انا ما اريدهم بعد الان. فاحنا بقينا رهائن في مصر. كم ضابط كنتم؟ حوالي 16-17 ضابط. لم ينسق معكم المصريون في خلال هذه الفتره اي شيء؟ مين؟ المصريين لم ينسقوا معكم شيء، فقط ابوكم فقط؟ يعني مع الاسف صحيح انه اعطونا راتب لجوء 200 جنيه 200 جنيه لي أنا والبقية على 100 ضابط، على 80 و100 للضباط الآخرين. بصفتك الزعيم؟ نعم بصفتك الزعيم، بصفتي الرئيس وزراء. فطلبنا حتى أن الهرب إلى داخل العراق بحجة الحج، فرفض طلبنا. يعني عملتوا معاملة غير جيدة في البداية؟ لا معاملة جيدة، لكن لم يسمح لنا بالخروج خارج مصر. لم تلتقي مع عبد الناصر؟ ابدا. عبد الحكيم عامر التقى بك مره واحده ولا اكثر؟ التقى بي مرتين. ماذا كان دار بينك وبينه؟ المره الاولى انه ليش فشلت، انه مكالمه تلفون فشلت الثاني، والمره الثانيه عندما قتل عبد السلام عارف وكان جاي لنا فقال لي رايك من يكون هناك وش ما هي الاوضاع اللي ستكون في العراق. في 13 ابريل نيسان 66 سقطت طائره عبد السلام عارف المروحيه
قيل أنه قضاء وقدر وقيل أنها مؤامرة، لكن في النهاية في 16 إبريل تولى شقيقه عبد الرحمن عارف رئاسة الدولة بعد انتخابات جرت نافسه فيها البزاز، ثم انسحب البزاز بعد ذلك لصالحه. في تلك الفترة تأثير مقتل عبد السلام عارف كان عليكم إيه، وأنتم كنتم بتعتبروه عدوكم اللدود؟ ولا شيء، لكن كان تغيير في السياسة المصرية تجاهنا. ابتدوا الآن يساعدوننا ويحركوننا. يعني كيف؟ يعني كان عندنا مع التقانة مع ضباط داخل العراق اللي لم أحد يكتشفهم، يعني كل ما لك شكوك كان ماكو شيء علامات بيهم. فكان هناك ضابط سوري اسمه عبد الوهاب الخطيب، كان هو الوكيل من الاتصال مع كل الضباط اللي هناك في بغداد، وكانت الرسائل مستمرة بيننا وبينهم. وكان طبعا بما أنه كانت تيجي على جهاز الإرسال من الملحق العسكري المصري، فكان المصريين يعرفون بيها. نعم. لكن كانوا يغضون الطرف إلى أن يعني شافوا أن التوجه السياسي بالعراق اتجه اتجاه غير 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 وحدوي. يعني مثلا عبد الرحمن بزاز كان يروح يزور السعودية ويبعث وزير وحدة لا شأن له عبد الرزاق محي الدين لزيارة مصر، فمصر استكبرت الموضوع أنه يعني قل الاهتمام بيها. ابتدت تساعدنا يعني موضوعيا. أنت في هذا الوقت بدأت تعد لمحاولة انقلابية جديدة. أنا المحاولة ما انقطعت من مخيلتي حتى في الزمن الأولاني، حتى أرسلنا ضباط أعطينا ضباط، اتصلنا بإيجاد جوازات مزورة وبعثنا واحد بجواز مزور العراق، وكنا في طريقنا إيجاد جوازات مزورة والهرب من مصر. هناك محاولة أخرى ساعتها للقيام بها في 30 يونيو حزيران 66، لكن قبل أن أصل لها ودور المصريين اللي لعبوه معكم فيها، تقييمك إيه للمحاولة التي قمت بها على عبد السلام عارف في 16 أيلول 65؟ والله أنا أعتقد الخطأ فيها كان في الخطأ في التوقيت، لأنه يعني وبعدين ألوم ضباط الركن أنه من استلم المكالمة التلفونية أبو غريب تبعد 10 دقائق أو ربع ساعة بالسيارة كان راح يستطلعون الأمر، لا يعتبرون أن ذاك سند أن هذه الرسالة مكالمة من مجهول من ضابط ألا تحمل نفسك المسؤولية أنك ما أتحت الفرصة لعبد السلام عارف؟ لو استقبلت من أمريكا ما استدبرت. أنا قلت أنا لا أحمل عبد السلام عارف، جربناه سنتين لا يمكن أن ننعدل، لكن أنا قلت أني كل ما هنالك كنت أستطيع أن جلب سعيد صليبي إلى جانبي أكثر، لكن القوة الأخرى اللي يقول أنه الانقلاب وعبد السلام عارف برا نسبة نجاحه أكثر. دعمكم المصريون للقيام بمحاولة انقلابية أخرى، وتسللت سرا إلى العراق في 4 يونيو عام 66 وجمعت الضباط للقيام بمحاولة انقلابية سعيت لتنفيذها في 30 حزيران 66، لكنها أيضا فشلت. في الحلقة القادمة والأخيرة أتناول المحاولة الانقلابية الثانية لك ومشاركتك في حرب العام 67. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة والأخيرة من شهادة السيد عارف عبد الرزاق نواصل الاستماع إليه. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.